السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامجكم بيت دعاء. من كام يوم جانا مكالمة تليفون والشخص اللي بيتصل لسه كان بيقول مراتي بتخني ولقيتها بتكلم واحد على الموبايل، وفجأة الشيخ أحمد اتحول رفض تماما أنه يسمع أي كلمة من المتصل. والحقيقة أن احنا اتقسمنا الفريقين، جزء شايف أنه صح وده اللي كان لازم يحصل، وجزء التاني شايف أن المفروض ما كناش نقفل عليه بالشكل ده ونسيبه يقول اللي عايزه بس من غير تشهير. ولما كده بقى قعدنا وتعمقنا في الموضوع مع الشيخ أحمد قررنا أن احنا نناقش الموضوع لأنه متعلق بصيانة الأعراض، وده موضوع مهم جدا جدا جدا. بس قبل ما ندخل في الموضوع عايزة بس ألفت نظر كل مشاهدينا أنه في بعض الناس لمتنا أننا قفلنا المكالمة وقالوا إيه بقى حرفيا، دي كانت مكالمة ممكن تكسر الدنيا وتجيب مشاهدة بالملايين. والحقيقة أنا عايزة أقول أن البرنامج بتاعنا مش بيجري وراء الفرقعة ولا الترند والإثارة والحاجات دي خالص أصلاً، مستحيل. لو كنا كده كنا سيبنا الراجل يقول بقى ويقول بلاوي، وانتوا عارفين بقى السوشيال ميديا للأسف بتحب الفضايح، والشير بقى يكتر واللايكات تكتر. بس وبعدين ايه اللي الناس استفادته يعني من حاجة زي كده، ولا فضايح ناس غيرها ولا حاجة؟ احنا الحمد لله مش بتوع إثارة ولا بقى ساسبنس، احنا عندنا رسالة، احنا بنحاول نناقش كل اللي في دول الاسره بموضوعيه واتزان، وبنحاول نركز على الاخلاق ونرجع القيم، وعمرنا باذن الله ما هنتنازل عن المبدا ده ابدا. انا برحب بضيفنا الشيخ احمد المالكي من علماء الازهر الشريف. اهلا بك يا شيخ. ربنا يخليك يا رب، يحفظك ويكرمك ويسترك ويسترنا جميعا يا رب. امين يا رب. ربنا يسترك يا شيخ احمد ويسترنا جميعا يا رب. يا رب ستر فعلا يا رب، ستر والصحة. هو يعني الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، تمم اللهم ما به بدأتنا ولا تسلبنا اللهم ما أعطيتنا، اللهم أمين. أنا بس في البداية يعني جزاكم الله خيرا على المقدمة دي. وحقيقة إحنا لما يعني ليه، لأن كتير من الناس بيقولوا لا المفروض تقعد تسمع، أنت مش عارف مين دي. أنا فعلا مش عارف ولا حضرتك تعرفي، لكن فما الظن لو ان جاره سمع المكالمة دي، فما الظن ان ابو البنت دي او الست دي سمع المكالمة دي. وممكن يكون على فكرة الاصل ان هو مش صادق، ده الاصل عندنا اللي هو عدم البراءة في الكلام ده. خلاص الاصل براءة الانسان، الاصل براءة الانسان. فلما واحد يجي يدعي لانه هو ادعاء خلاص على انسان، فممكن حد من أهلها يسمع الكلام ده صح ويعرف صوته. وده حصل ما بيننا يا أستاذة دعاء، ده حصل في البرنامج للأسف الشديد، وناس عرفت وناس قالت وإحنا تخرب بيتنا بكلام قالوه صح كده. فخلينا نقول كده، فإحنا حفاظا على الأسرة من باب الستر، حفاظا لقلوبنا، حفاظا لأسماعنا، حفاظا على الناس دي كلها، منعنا الكلام ده وقلنا الكلام ده ما يكونش على الإيه، على الهواء. وللعلم أنا بعد ما خلصنا الحلقة حاولنا الاتصال بالراجل ده أكتر من مرة، وللأسف التليفون بتاعه كان مغلق، عشان بس للأمانة يعني. دي حاجة. الحاجة الثانية، إحنا محتاجين الناس لما تيجي تتكلم محدش يجي يقول والله أنا فعلت، خاصة لما الأمر يتعلق بالكلام ده. والله ممكن يا مولانا نسأل سؤال، في واحد عمل كذا 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 خلاص، ولو الأمر متعلق بالأعراض أنا أرى أني يطرح السؤال على الإعداد والإعداد يجيبه لحضرتك ويقول والله سؤال وإحنا ما نعرفش ممكن نجاوب على المسألة دي. لكن واحد يدخل أنا ما أعرفش هو صادق ولا هو كاذب وفي الآخر أسمعه، طب وفي الآخر هو محتاج مني النصيحة. النصيحة يا جماعة إما المسامحة وإما الطلاق، لكن التشهير في بكل الأحوال هذا لا يجوز إيه، لا يجوز شرعا. وبعض الناس يعني من ضمن الاعتراضات يقولوا هو فين القذف ده، لا ده كان ممكن يصل لحد القذف طبعا. والقذف إما أن يكون بصريح القولي وإما أن يكون بالكناية، احنا مش عاوزين ندخل للمهاترات دي أصلا. وبعض الناس اعترض، ما كتير من المشايخ بتسمع، ماليش علاقة، احنا ليها منهجي وليها مبدئي اللي أنا ماشي عليه. وأنا حقيقة استشرت كثيرا على فكرة من بعض العلماء، أنا استشرتهم قلت لهم يا جماعة، وهم سمعوا الحاجة دي قالوا لي يعني أحسنت فعلا وأحسنت صنعا يعني. فقلت لهم أنا حصل معايا كذا كذا، فأنا غلطان ولا مش غلطان؟ أنا منعت حفاظا على مر، افرض هو كان غير صادق يبقى احنا عملنا إيه؟ عملنا مشكلة. فنسأل الله أن يحفظنا وأن يسبل علينا الستر الجميل، اللهم أمين.
احنا بنتكلم في وقلنا نعمل حاجه بقى للاعراض. ايوه احنا هنتكلم عن صيانه الاعراض. طبعا يعني ايه صيانه الاعراض؟ انا عاوز اقول لحضرتك ان احنا الاسلام في حاجه كده بنسموها الكليات الخمس او الضروريات الخمس، اللي هي حفظ الدين وحفظ النفس والعقل والنسل، خلي بالك، والنسب. دي كلها اسمها من الضروريات اللي جه الإسلام بيسموها كده، دي ضرورة من الضرورات اللي لابد أن إيه أن تحفظ. ولذلك حفظ الأعراض يا جماعة ده العرض اللي هو ما يمدح الإنسان بسببها أو يذم، يعني بيبقى فيه مدح أو ذم. ولذلك الإسلام لما جاء بدأ يحفظ كرامة الإنسان أيا كان هذا الإيه هذا الإنسان. ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في الخطبة اللي هي خطبة الوداع، النبي يروح مخصص جزء كده، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. فالنبي يخصص جزء يا جماعة كده عشان يقول خلي بالكم يا جماعة محدش يعتدي على الأعراض، لا بصريح القول ولا بالكناية مهما ده. طب ده ممكن يكون إيه؟ ممكن يكون بالقذف، ممكن يكون بالاتهام بالزنا الصريح، ممكن يكون بالتشهير، ممكن يكون بالسب، واحد عمال يسب وهكذا. فلذلك احنا قلنا احنا محتاجين ان احنا نتأدب بأداب الإسلام ونتأدب بأداب سورة الايه سورة النور. الحاجة الثانية ان الإسلام قرر عقوبات رادعة لمن يعتدي. يعني القرآن يقول والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، ايه اللي يحصل بقى؟ ها في أربع شهداء أهو مفيش، فاجلدوهم كام بقى؟ 80 جلدة. مش بس كده، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. مش بس كده، وأولئك، شوفي بقى يعني إيه، يعني أنا أول حاجة خلي بالك اللي هو الإيه الجلد. طب العقوبة الثانية إيه؟ اللي أنا لا أقبل لهم شهادة. طب العقوبة الثالثة ربنا حكم عليهم بالإيه؟ بالفسق. خلاص الآية اللي بعد كده في ناس تحب تتلذذ إن هي تسمع، طب ما تخلي المكالمة عشان نعمل إثارة. أقول لكم ربنا بيقول في نفس سورة النور إن الذين يحبون أن تشيع الإيه؟ الفاحشة في مين؟ في الذين آمنوا. إيه بقى عقوبتهم يا رب؟ لهم عذاب، بس لا أليم. طب في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الاثنين. لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كأن الله يقول والله يعلم مقدار العذاب وأنتم لا تعلمون، يعني حتى الهول بتاع العذاب مش هتعرفوه قد إيه. طيب العذاب ده في الدنيا والآخرة؟ أيوة في الدنيا والآخرة. ده ربنا يقول إن الذين يرمون المحصنات المؤمنات الغافلات لعنوا. طب اللعن يعني إيه؟ اللي هو الطرد من رحمة الله تبارك وتعالى. لعنوا في الدنيا والآخرة والعياذ بالله. الحاجة التانية من المحافظة على الأعراض إن ربنا تبارك وتعالى أمر بستر العورة أول حاجة، فيخاطب أمهات المؤمنين وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية. أنت عارفة تبرج الجاهلية اللي هو إيه؟ لما نقرأ كده كلام المفسرين وكلام الصحابة رضي الله عنهم نلاقي يقول لك كانت بتلبس عادي، بس تجيب الحجاب ده الخمار على رأسها ثم ترسله دون أن تربطه. يعني هي ما بتربطوش زي ما أنت ربطها كده، لا ده بتسيبه كده بس، يعني هي محجبة عادي أهو بقى. فربنا يقول إيه؟ ولا تبرجن تبرج الإيه؟ الجاهلية. تخيلي. والقرآن يقول أيضا في سورة النور بقى يقول وقرن في بيوت وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر إيه إلا ما ظهر منها ثم الآية يضربن بخمرهن على جيوبهن إلا آخره. فهنا الله عز وجل يقول أيضا في الأحزاب يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يعمل إيه؟ يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرف فلا يؤذين كما قال الله رب العالمين. الأمر اللي بعد كده إن ربنا تبارك تعالى مش أمر بس بستر العورات، حتى الغيبة اللي أنا أتكلم في عرض أخي النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك كما في الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة. أتدرون ما الغيبة؟ إيه الغيبة دي؟ قالوا يعني الله رسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما أكره. قالوا طب بص بقى رسول الله، لو أنا الكلام اللي أنا بقوله ده هو أصلا في الإنسان، يعني هو ده حقيقي فعلا، فإن كان فيه ما تقول فقد اقتبته. طيب ده انا بكذب عليه بقى وبحور وبتاع عشان بس يبقى. قال فقد بهته. خلاص البهتان اللي هو الكذب. فمن هنا بدا الاسلام كمان من الحمايه وحراسه الاعراض ان بدا الاسلام يقول يا جماعه خلي بالكم
ان الانسان لما يدخل بيت حد لابد من الاستئذان، ودي تحتاج الى حلقات على فكره اداب الاستئذان، زي الاخت المتصله اللي اتصلت وقالت انا جوزي ممكن يدخل، فبقول له ما تدخلش على بنت كده، لازم تيجي وتستاذن وبتاعه وما الى ذلك. احنا محتاجين ان احنا نعرف الاحكام الشرعيه دي كلها، ولذلك الاسلام بدا يسد الثغرات اللي ممكن تؤدي الى الفتنه وتؤدي الى ايه؟ عدم المحافظه على الاعراض، لان الاصل هو الحراسة والحفاظ على إيه؟ على أعراض الناس. الأصل في الإسلام هو الستر. الستر طبعا، ده احنا لسه هنتكلم معاه عن قضية الستر دي حاجة تانية. لأن الأصل بقى اللي أنا إيه، لما أشوف لو سترته بثوبك كان خيرا لك. ده مهم جدا، لو سترته بثوبك. أنت تعرف إن سيدنا النبي الراجل يروح يقول له يا رسول أنا زنيت، في أكتر من كده؟ هو اعترافه. عارف النبي يعمل إيه؟ يعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام. النبي يلتفت بوجهه فيروح رايح الناحية التانية، يعني النبي يلتفت فيروح برضو في وجهه أنا برضو على فكرة رسول الله، ويقر عن نفسه، فالنبي يروح ملتفت الناحية التالتة، يروح رايح له الناحية التالتة يقول له أنا زنيت. إيه ده؟ هي فأقر على نفسه أربع مرات إنه زنى، في أكتر من كده. فواحد يقول لي تخيلي بقى لو حد جاي دلوقتي يقول لي ده واحد بيقول أنا فعلت كذا وكذا، يا شيخ ده هو اعترف. النبي كان بيعرض في الأول كده يقول له يا ابني روح استر نفسك، استر نفسك، ربنا يستر علينا وعليك. فهي دي القضية، ولذلك من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. فواحد يقول لي أنا بقى لقيت وعملت وسويت وبتاع وما إلى ذلك، أنت ليك حلين، عاوز تقتص؟ مش عاوز تعفو يعني؟ لا مفيش عفو، طلقها. برضو أنا متغاظ يا عم، روح ارفع أمرك إلى القاضي، الشيخ هيعمل لك إيه؟ ما تروح يا اخي ترفع وخد بقى الادله والحاجات دي كلها والقضاء هو اللي يحكم فيها، لكن الشيخ هيعمل ايه في المساله دي؟ انصحه يا مولانا، اما المسامحه واما الطلاق. انا اعمل اكتر من كده؟ ما هي دي، ما فيش حل ثالث، اما المسامحه والطلاق. لا انا عاوز بقى يعني اتشفى، ده امر تاني يرجع لك لهوى في نفسك او اي شيء تاني انا ماليش علاقه بيه. وبعدين لذلك احنا لما نيجي نسمع بنقول لابد في المسائل دي كلها لابد يا جماعه من حضور مجلس القضاء، او يجي في الطلاق مثلا يقول مجلس القضاء. مجلس القضاء اللي هو ايه؟ دار الافتاء المصريه او لجنه الفتوى في الازهر بحضور الطرفين. ده لو حد مثلا، حضرتك بتتكلم في كده، لو حد عنده مشكله مع مراته في قضايا الاحوال الشخصيه عامه، يعني لما حد يجي يحكي لي قصه اسمع منه. طب ايش عرفني انت صادق؟ بالظبط، لازم الطرفين. صح، انا شرفني اللي انت صادق. طب انا اجيب لك مراتي تتكلم، ندخل مداخله كده على، يا اخي انا لا اقبل الكلام ده في الهاتف. ما تروح يا اخي دار الافتاء ولا اجد الفتوى وانتوا الاثنين روحوا وخلوهم يسمعوا منكم. انا مال انا؟ انت بتكلمني انا في الحكايه دي ليه؟ ثانيا انا يا جماعه لا افتي، لازم الكلام ده التاني. البرامج ده مش فتوى، والله والله ما هي فتوى، هي مين تاني؟ والله ما هي فتوى. امال هي ايه؟ احنا بنقول الاحكام الشرعيه، وقال مالك وقال الشافعي وقال احمد وقال ابو حنيفه، بس دي مش فتوى يا مولانا. لا ده مش فتوى، لان واحد ممكن ياخد كده يقول بص الشيخ قال لنا بقى، قال لنا ايوه قال لك انت تمام، والتاني يقول انا سمعته بيقول فانا هاخد بنفس الكلام. لا يا حبيبي، ده الفتوى دي لازم اعرف حال الشخص واعرف الظروف والملابسات و عشان انزل له الايه؟ الفتوى عليه. واخده بال حضرتك؟ يبقى الحكم لا يتغير، لكن الفتوى راح واحد راح لابن عباس وقال له انا قتلت، حكم هل القاتل توبه؟ فقال له لا. واحد تاني دخل والناس قاعده، هل القاتل توبه؟ قال له لا حول ولا قوه الا بالله. نفس السؤال واحد، السؤال واحد والردين مختلفين. فقال له ابن عباس انت ايه اللي بتعمله ده؟ قال الاولاني قتل وجاء بنفسه تائبا مقبلا على ربه تبارك وتعالى، الراجل خلاص يعني، وذلك عنده فراسه. فقلت له ما اقدرش اسد باب التوبه في وشه، لكن الثاني ده جاي وناوي ايه؟ ناوي القتل، فقفلتها في وشه. قلت له لا ملهوش توبه. سبحان الله. نعم.